السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنتعلم مع بعض ازاي نكبر الايقونة بتاع البطارية اللي موجودة في الهاتف من فوق، بحيث ان انت تقدر تشوفها بمنتهى البساطة. في ناس كتيرة بتجد صعوبة في ان هي تشوف الايقونة وتقرا البيانات المكتوبة فيها. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي؟ بمنتهى البساطة، كل اللي انت هتعمله هتروح رايح على الاعدادات بتاع الهاتف الخاص بيك، تضغط على الاعدادات، وبعد كده تروح رايح على حول الجهاز، ومن حول الجهاز هتروح رايح على الاصدار، ومن الاصدار هتروح رايح على رقم الاصدار، تبدأ تضغط عليه 7 ضغطات مستمرة، تمام، لحديت ما يبدأ يقول لك دخل النمط او النقش بتاع الهاتف. هتدخله هيقول لك على طول انت الان في وضع المطور. هنبدأ نرجع خطوة لورا، تمام، وبعد كده نروح نازلين عند حاجة اسمها الاعدادات الاضافية. نبدأ ننزل عند خيارات المطورين، نبدأ نفتح خيارات المطورين، هنبدأ ننزل لتحت لحديت ما نلاقي الاعداد اللي انا هوريه لحضرتك ده. زي ما حضرتك شايف كده اللي هو اصغر عرض DB360، زي ما حضرتك شايف كده هنبدأ نمسح 360 دي ونخليها 320. وعايز تخلي بال حضرتك كده من شكل الايقونة بتاع البطارية، دلوقتي هو حجمه صغير، وبمجرد ما اضغط على حفظ هتلاحظ ان الحجم هيبدأ يزيد. هضغط على حفظ، لاحظ ان حجم الايقونة بتاع البطارية كبر اكتر من الاول. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.